الأدب مع الله هو بداية الطريق، بداية التحليل. كيف الأدب؟ أول شيء الأدب مع الله. كيف الأدب مع الله؟ ألا يراك حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك، وأن تتواضع لعظمته وجلاله، وأن تبادر إلى مرضاته. بسوء الأدب مع الله أن يفتح بابه أمامك فتوليه ظهرك. كثير ممن تراهم الآن فتح الله أبوابه أمامه فولوها ظهوره، يسيرون لا يدور أمر الآخرة في خلد أحد منهم، لا يستشعر أحد منهم أنه سيوقف بين يدي الله. إنكم ملاق الله حفاة عراة غرلا مشاة، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا العرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، لا يدور أمر ذلك في خلد أحد منهم، ومعرضون عنه بالكلية. بينما أهل الإيمان في غاية الانشغال بهذا الموعد الذين يعلمون الذي يتوقعونه كل وقت، موعد اللقاء بالله. تريد الفرحة عند لقاء الله، تريد السترة عند لقاء الله، تخاف أن تؤخذ صلاتك وهي أول ما يعرض على الله، فتطوى كما يطوى الثوب الخلق البالي فتلطم بها على وجهك فترد عليك أعمالك. تريد أن يتقبل الله منك، إنما يتقبل الله من المتقين، فتتأدب مع الله سبحانه وتعالى. هذا الأدب، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تحسن عبادتك، تحاول تحسن صلاتك. كثير من الناس صلاتهم صلاة الصبيان، علمه الآباء والأمهات هيئة معينة من هيئات الصلاة واستمروا عليها طيلة حياتهم. صحيح. لكن ليست صلاة الكبار، المفروض أنك كلما كبرت في السن كلما تحسنت صلاتك، تعلمت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت لصلاتك إشعاعا ونورا، وجدت أنها تنهاك عن المنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وجدت للصوم أثرا ليس مثل صوم العوام الذي لا يلجمهم عن شيء ولا يمنعهم من الوقوع في شيء إلا الطعام والشراب والشهوة. لا بد أن تحسن هذه العبادات، وأن تكون كل مرة تحسنها زيادة، كل مرة تزيد في إحسانها. مثل الخبرة، أنت الآن وظيفتك الإعلامية دخلتها في البداية بأخطاء هائلة، أنت تلحظها من نفسك ويلحظها من يدربك، لكن كلما ازددت بأخذ الدورات والتجربة والتدريب كلما تحسن الأداء وكلما تطور، وأنت تلحظ مشوارك في نفسك. كما قال ابن الجوزي رحمه الله: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا، ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نظروا فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. استغفر الله العظيم.